أننا ملي كنتكلموا على زواج القاصر، الزواج هو مسؤولية ديال طرفين بالغين، يعني كاين شروط واضحة في مدونة الأسرة. ملي كنتكلموا على التزويج، هنا تعتبر الطفلة هي مفعول بها، واللي هو إلا بغينا نسميه بالتسمية الحقيقية ديالو هو اغتصاب لطفولة، نوع من البيدوفيلي. ما كاينش استخفاف من طرف المجتمع المدني والحقوقي، سواء النسائي أو الحقوقي بشكل عام، لأن ما فتئ يطالب قبل صدور مدونة الأسرة 2004 بأن لا داعي للاستثناء في موضوع كيتعلق به مجالات أخرى، لأن هذه الطفلة من كيتم اغتصاب طفولتها بالإضافة اللي شارت له الأخصائية النفسية، هناك كذلك ضرب في عمق حقوق أساسية اللي هي تؤكد عليها بعض القوانين ويؤكد عليها الدستور، واللي أهمها هي كيفاش نحافظوا على السلامة الإنسانية، السلامة النفسية والجسدية والجنسية للإنسان وللمرأة بالخصوص. انتما كمجتمع مدني، ما هو مطلبكم الأساسي؟ مع هو أن في القانون هو إطار ينظم العلاقات، لابد أنه يحذف الاستثناء باش ما نوقعوش في التناقض داخل المدونة في حد ذاتها، لأن ملي كتعطيني الفصل 4 وكتعرف لي الزواج لأنه علاقة بين امرأة ورجل اللي هما مسؤولية نواة المجتمع، مسؤولية الأسرة، المسؤولية الأسرة تحت رعاية الزوجين، فما تجيش في الفصل 20 وتعطيني الاستثناء اللي أصبح قاعدة. وأنا بالنسبة لي الأرقام راه ماشي غير هذا العام اللي طالعة، على مدار السنوات، وماشي في القرى فقط بل كذلك في المدن، لأن هناك زواج الفاتحة اللي ما كنتكلموش عليه واللي معظمه تيكون فيه عدم وضع الملف في المحكمة، وبالتالي أن العدد ديال ما يقارب 20,000 هو زيد عليه 10,000 أخرى اللي ما بيناش، ما عندهاش لا تخصابيليتي، ما عندهاش الأثر على مستوى المحاكم. اللي خصو يتم العوامل الأساسية هي عوامل شار لها الأستاذ وشارت لها الأستاذة، مرتبطة بالعوامل الاجتماعية، ما أنا بالنسبة لي العوامل أساسيا هي عوامل قانونية، الأسباب قانونية محضة، ثم الأسباب تربوية، الأسباب ثقافية، لأن ما يمثل المخيال الجمعي أو التمثلات الاجتماعية هو دائما أن هذه المرأة ولو أنها طفلة ما خلقت إلا لتكون زوجة، وبالتالي كيتضرب عدد كبير من الحقوق ديالها. ثم كاين كذلك الأسباب باش ما نردوهاش أسباب اقتصادية. المجتمع المغربي هو مجتمع دائم، كان في السابق مجتمعا فقيرا، كاين الفقر بغينا ولا كرهنا ما غنغدوش عليه الطرف، ولكن لم يكن سبب الفقر أو الجانب الاقتصادي هو الدافع إلى التزويج، بل هناك عوامل ثقافية أساسا، عوامل مرتبطة بتعاملنا مع أطفالنا وخصوصا مع طفلاتنا، كتوصل لواحد السن حتى في التعليلات ديال الاحكام، في التعليلات ديال الاحكام راه ما تيقولوش نظرا لظروف اقتصاديه وغيهز هذاك الزوج العبء ديالها، تيقولوا من بين التعليلات اللي يندلها الجبين انها قابلة للوطن انطلاقا من الجسد ديالها. طيب. معنى أن إلا ما تخلصناش من هاد الصورة ديال أن المرأة تلخص في جسد، غيبقى عندنا الاستثناء اللي كيتوضع داخل المحاكم، وغيبقى عندنا الاستثناء اللي كيدار داخل الأسر بشكل خفي.